مرحب فيكم بفترة البث المباشر. نحن بالقسم الثاني وبعدنا على الهواء معكم متواصلين مع علي وهبي ومن وراء الميكروفون عفيفة فاعل. أنا هي أنت أنت أنتما هم هي كلها ضمائر منفصلة، بس بتقدر تكون ضمائر مجموعة ضمن مساحة واحدة لتتواصل مع بعضها بمهارات وتقدر توصل للغاية. هيدا مش حكي بالهوى، هيدا مشروع تحت عنوان ضمير منفصل بيهدف إلى اللقاء في مساحة بيكتشف فيها الشباب ذاتهم وبيتعلموا حل مشاكلهم والتواصل مع الآخر والمحيط بشكل فعال ومؤثر. وبهالمجال بيسعدنا كتير نرحب بأصحاب هالمشروع يلي بالأحرى هني من خلال جمعية نحن اللي بتولى رئاستها الأستاذ أو مع حفظ اللقب محمد أيوب، ضيفنا باستوديو واحد بإذاعة لبنان. وصل محمد لحتى يحكينا عن هالمشروع الحلو اللي هو مشروع شبابي، والحلو أكتر أنه كأنه بس يعني العصب بهالجمعية ككل هو الشباب. أهلا وسهلا فيك محمد أيوب، شو فيك تحكيني بالبداية عن مشروع ضمير منفصل، وفعلا يعني أنه ليش الهدف هو التواصل مع الآخر وكيفية يعني جمع الأنا والأنت والهو والهي بمساحة واحدة يقدروا ياخذوا ويعطوا مع بعضهم، ليش بهالوقت؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم لإذاعة لبنان لأول مرة نحن حياة منطل من خلالها، هذا الشيء بيفرحنا. ضمير منفصل مثل ما قلت انه نحن في بالحياة الانا والانت والهو والهي على اختلاف مشاربهم ومقاصدهم واهوائهم. صحيح، ولكن دائما الملاحظ عندنا انه هول الضمائر او وجودنا نحن كامرأة او كرجل يعني كهي او كهو في بتعرفي وأنتم ونحن وهن دائما بنسمع الطوائف خصوصي بمجتمع طائفي مثل المجتمع. صحيح. اللبناني صحيح، للأسف عم بيكون دائما عم بيكون في مشكلة بالتواصل، عم نكون دائما ضد بعضنا، عم نتواصل بشكل عنيف مع بعضنا. هي الفكرة بلشت وقتا نحن لاحظنا انه بلبنان في عنا نحن عم نحكي بشي 10% تسرب مدرسة من الشباب بالمراهقين، عم بيكون في 10% تسرب مدرسة. مخدرات صار 25% عند الشباب. العنف دائما كل ما يصير في مشكلة سياسية بتلاقي الشباب هن اللي نزلوا على الطرقات. صحيح. هن اللي عم بيكسروا. صحيح. هن اللي بالمستشفيات، هن اللي عم بيموتوا. حتى يعني كلها الشباب هلا اذا بتفتحي باب السفارات ما بيضل في حدا بلبنان. طيب هون وهيدا الشباب نحن عم نحكي عن مستقبل لبنان. يعني اذا مستقبل لبنان ووصلت الارقام لهالمواصيل فكيف شو يعني بكره وشو يعني الاجيال اللي جايه بعد. من هون نحن بالنسبه لنا هذا كان مثل منبه، وخصوصا بس بدي اقول كمان زيد شغله انه الانتحار كمان هلا من ملاحظتنا، لانه بعد ما صار في احصاء حقيقي، ولكن من ملاحظتنا انه نسبه الانتحار عند الشباب ضمن عم بتزيد بفئه عمريه شبابيه في نسبه كبيره. صحيح، بلشت اكيد يعني انا بعشره حوالي بعرفهم يعني بالبيئه بالمحيط اللي الاصحاب وكذا بعرف انهم انتحروا، فهيدا بالنسبه لنا مثل ناقوس خطر. ناقوس خطر. طيب محمد يعني بلا قطع بحديثك، يمكن نحن بلشنا من النص. صحيح. خليني احكي عن جمعيه نحن اللي حضرتك بتتولى رئاستها. مين هي جمعيه نحن؟ ما لكم زمان على الساحة وشو صار لحتى عملتوا هالتشكل الشباب وسميتوا حالكم نحن جمعية؟ هلأ طبعا نحن بلشنا بقلب الجامعة اللبنانية بال 2003 وقتها كنا كان بمحل نوصل على الجامعة على الطريق. كان بمحل عم نحس ما إلنا وجود، ما في إلنا مساحتنا. فكان منا نعمل مساحة لنقدر نعبر عن حالنا ونلتقي مع أصحابنا. ما فينا نروح على الصف نرجع نفل على البيت مباشرة. أيوة. منا مساحة الجامعة لإلنا بمفهومنا كانت هي مساحة للقاء. صحيح. فمن هون قررنا نعمل نحن اللي هي بمحل كانت هوية، لأنه نحن أول مشكلة بلبنان بتلاحظي عند الشباب وغيرهم هي مشكلة الهوية، كل واحد عامل هوية على حسابه بلبنان. فبس كلنا منقول نحن. فبما أنه كلنا منقول نحن كلنا طالعين على الجنة، انتبه كلنا طالعين على الجنة. ايه مع غريب ما بنطلع على الجنة مع أنه خلقنا النار تبعنا بلبنان، ولا دين رح يطلع على النار، كلهم رح يطلعوا على الجنة. ايه ومعملي وكل هالنيران اللي عاملينها بلبنان ومولعينها وخشي من الخراب اللي حوالينا. صحيح. فكانت
انه مثل شباب يعني بكل بساطه وبكل هيك كان عندهم اندفاع انه لا حابين نجي ونعمل شيء بقلب الجامعه. فعملنا نحن اللي كانت هي عباره عن انديه، عملنا ندوات، عملنا مسابقات فوتبول، عملنا نقاشات، ورشات فكريه عملنا حتى عروض افلام سينمائيه، وبعدين نتناقش وندعي الدكاتره. فكانت حاله بقلب الجامعه اللبنانيه. ولقيت استقطاب محمد يعني وقتها اكيد لانه كان كل شيء جديد يعني. يعني وقتها كنا نعمل كونسرت موسيقى او حفل موسيقى بقلب الجامعه اللبنانيه. بحياتها الجامعه اللبنانيه ما يعني مش بحياتها بدي شيء بعمم، بس انه اتليست بالمرحله اللي نحن اللي كنا فيها كانت الجامعه اللبنانيه ما كتير بتشهد من الانشطه. كانت الانشطه الموجوده هي الانشطه الحزبيه بشكل عام، البحث، وما في اي مساحه للطالب ليعبر عن حاله لينمي هواياته بحقائق تانية غير الحقيقه الحزبيه والولاء لفلان. بالضبط. بينما بتلاقي بالجامعات الخاصه وبتلاقي بالعالم دائما في انديه وفي مسرح الجامعات لهالهيدي. بالضبط، هي مسرح للثقافه للرياضه لكل انواع اشكال الحياه والثقافه بالحياه. صحيح. بينما جامعتنا للاسف في، وانا بالنسبه لي بصراحه يعني كان في هدف لتهميشها، وفي هدف لانه مثل انا بسمع احد الجامعات بقول نحن بجامعتنا نخرج قيادات، اما بالجامعه اللبنانيه فبنخرج موظفين. وهيدي بحد ذاتها كانت فيها ادانه يعني فيها نوع من استصغار. بالضبط. وهيدا هي الجامعه اللي بتحمل اسم لبنان، وانا من الاشياء اللي انبسطت اني جاي على اذاعه لبنان انه لبنان احنا عم نحكي عم نحكي عن لبنان، في شيء اسمه لبنان اللي هو مهمش. وهون وقت اقول لك ليش وقتلك ليش أسسنا نحن بال2009 قررنا نحولها من حركة طلابية عم تعمل أنشطة إلى جمعية بعلم وخبر بال2009. السبب كان هو انه نحن حسينا يعني اول شيء قلنا نحن الهويه، نحن حسينا انه هويتنا بخطر، يعني كل هاللبنان بخطر. الجامعه اللبنانيه قلنا ما عم بيهتموا فيها. التلفزيون اللبناني مهمش، التلفزيون اللبناني يعني ما بطلنا نسمع أفلي. كل الاطار الرسمي بتحسه مهمش، كل شيء اسمه لبنان يعني المساحات العامه اللي هي حق كل اللبنانيين مثل الشواطئ البحور صارت كمان الخاص مسيطر عليه وعم تدفعي على حقك لتفوتي على حقك، يعني عم بتراجع قدام الخاص. صحيح. واوقات ما حدا عم بيقول له اقعد على جنب. صحيح. هو لحاله صار عم بينكفئ ويقعد على جنب. صحيح. حرش بيروت اللي هو مكان عام مسكر من 20 سنه نفوت عليه، شواطئ كمان. الانهار بتدفعي لتفوت عليهم، الببليك ترانسبورتيشن او النقل العام المشترك كمان غير موجود، وفي نقل بالمقابل خاص. بتقدر تعمل جمعيه هالقد كمان. فالفكره كانت انه كل هالعام، بتعرف شو يعني وقت كل هالعام يعني كل هاللبنان غايب، كيف انا بدي احس كشاب الانتماء؟ كيف بدي احس انه الي ذكريات ببلدي مش خايفين بكره بنايه تهدمها وتطلع محلها؟ في اماكن بقدر اخذ العيله، عائلتي، بروح انا واهلي واقعد بمكان عام ببارك بسموه بالانجليزي او بحديقه عامه. صحيح. كبيره مش صغيره. كيف انا وين هالاطفال أطفالنا وين بيلعبوا بلبنان؟ وين؟ على الشوارع. الأطفال ما لهم مساحة. رصيف ما إلك يعني، هذا كمان عام. كل هيدا اللي ما إلك ما إلك ما إلك، وخصوصا عم نحكي عن الفقراء اللي هن أكترية هلأ بلبنان. طب هو للأسف يعني ضائقة الطبقة المتوسطة. صحيح. على حساب طبعا يعني ثراء غير طبيعي لطبقة صغيرة. طيب فهولي وين بيلتقوا؟ وين بيعبروا عن حالهم؟ وين بيلتقوا مع أهليهم؟ هلأ المكان الوحيد اللي بيلتقوا فيه العالم يا أما بيقعدوا بقهوة وبيدفعوا بدل كتير وبالتالي مش الكل قادر، يا أما بالإنترنت كافيه اللي هي بأبحاثنا كمان عم يتروج للمخدرات بهذه المحلات. أحيانا عم تكون سبب يعني ترويج آفات. صحيح. وحتى بالقعدة بالإنترنت عم تكون واحد للكمبيوتر ما في يتطلع عارفيه، يعني ما في تواصل. فاذا بال2009 اخذتوا علم وخبر وكنتوا صرتوا اسم الله محرزين اكثر يعني. فبال2009 قررنا انه لا نحن اول شغله اول هم لنا انه كيف نرجع عن جد نتواصل نحن الشباب، كيف نعمل جمعيه لتكون مساحه لترجع تخلي الشباب يتواصلوا ينموا مهاراتهم ويشتغلوا مع بعض من اجل الضغط لتحقيق حقوقهم اللي هي اولا الحقوق العامه اللي نحن عم نحكي إذاعاتنا وتلفزيوناتنا ومسيحاتنا وكهربتنا وغيرها من المواضيع. كرمال هيك اللي عم تعملوا نحن. هيدا بعدنا ما حكينا بالسياسة محمد، يعني انتم ما لحد هلأ ما شايف شيء له علاقة بالسياسة. صح. هلا ما هو ما في شيء بشكل مباشر بالسياسه، ولكن لنقول نحن هلا من الحملات اللي عم نعملها هي حمله حرش بيروت. أيوة. هلا اللي هي مطلب حقوقي الاجتماعي، ولكن بالذات الوقت هو له ابعاد.